يعني بصراحة شوف أستاذ أدهم، يعني أحيانا التردد أو أحيانا لا تستطيع الوقوف على الحياد، أحيانا مصلحة الشعب تتطلب أن تكتسب جهة على حساب جهة ما. دائما قلنا أن ما حدث في العراق بعد 2003 هو تدخل خارجي، نحن ضد التدخلات الخارجية، ولكن أصبح التدخل الخارجي واقعا في العراق، لا أحد ينكر ذلك. لذلك التدخل الخارجي يجب أن تبني، يعني الآن لو كانت هناك حكومة تفكر بمصلحة شعبها أولا، الاستمرار بمطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة بناء العراق الذي دمرته، هناك التزامات عليها كقوات غازية. يعني إحنا ما قدرنا نحارب الأمريكان، أو بصراحة أو بعبارة أخرى حاربنا الأمريكان ولم نستطع إخراجهم من البلد. الآن يجب تفعيل الدبلوماسية مع الأمريكان، يجب تفعيل القوانين النافذة، القوانين الدولية، على الأمريكان تعويضات أيضا أن يعطوها إلى العراقيين. لا يمكن أن ننفصل من الأمريكان بهذه الطريقة والذهاب إلى محور هو لم، يعني إحنا نشوف إيران والوضع الداخلي في إيران والمأساة التي تعاني منها إيران، لا يمكن لأي عاقل أن يذهب بالتحالف مع دولة إقليمية ودولة جارة كإيران على حساب أبناء الشعب وعلى حساب التدخل الإيراني في جميع ملفات المنطقة. لذلك هناك يجب أن يكون تفعيل للسياسة الخارجية على مستوى التفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع الاتحاد الأوروبي، بالحصول على مكتسبات لإعادة بناء العراق. يعني الشركات الأمريكية والشركات الأوروبية بدلاً من أن تأتي كشركات، يجب أن يكون هناك إسهام حكومي من قبل هذه الدول، وذلك بفرض قرارات دولية بصفتهم غازين للعراق، وهم من دمروا البنى التحتية والجيش العراقي وكل شيء دمره. لذلك لا يمكن الذهاب الوقوف هنا على الحياد، هنا الوقوف على الحياد يعتبر خطأ جسيم. أنا لا أقول الذهاب في حلف مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا، ولكن مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بتعويضات عن أضرار الخراب، وخصوصا أن لدينا قضية ناجحة وهي عدم وجود أسلحة الدمار الشامل، التي هذه الحجة التي سوقها المحتل في سبيل غزو العراق وتبديل كياناته وأنظمته والإتيان بعملية سياسية أثبتت على مدى 18 عام فشلها عام بعد عام. هناك الكثير مما يمكن أن تفعله كسياسة خارجية، ولكن مع ذلك الوضع الداخلي في العراق لا يمكننا أن نأتي بسياسة خارجية تستند على برلمان قوي. الجميع يعلم أن هذا البرلمان بجزء كبير منه لا يمثل الشعب، أتى في عام 2018 بانتخابات مزورة. طيب. وبعد مقاطعة 80%، هناك لو كان هناك يعني حكومة حقيقية ودولة حقيقية وانتخابات أساسها حقيقي، لكان من الممكن فعل الكثير في هذه البلد. طيب.